السلام عليكم ورحمة. كويس، وبسيبها تغلي لغاية ما العدس والخضار اللي عليه يستوي. بنواري بالغطا كده، مش بنغطشيه عشان العدس بيفور. بنسيبه لغاية ما يستوي على النوعين التانية. بحط طاسة صغيرة هحمر فيها البصلة المخرطة أو بصلة مبشورة، بصلة متوسطة بكون مخرطاها مجهزاها، اللي هي دي تقلية العدس هقليها احطها على وش العدس، احطها في العدس واقلبها. دي معلقة السمنة على الزيت بحطها في الطاسة واسيبها تسخن. بسيبها لغاية ما تسخن وتسيح خالص السمنة. بعد ما بتسيح السمنة مع الزيت بروح حاطة البصلة اللي انا مخرطاها واقلبها لغاية ما تدبل كده، يعني مش بحمرها، بخليها كده بس ايه تصفر حاجة بسيطة، يعني مش بصفرها مش بغمقها، بديها كده تقليبتين تلاتة لغاية ما تدبل شوية. احنا شايفين العدس طبعا بيغلي، بشيل الغطا وبحاول اشيل القديم اللي هو الفور ده فوق على وش العدس، بشيله كده واقلب العدس واسيبه يستوي زي ما احنا شايفين كده. بشيل الريم الابيض وسايباه يغلي لغاية ما يستوي، والبصل على النار تاخد لون كده. بقلب البصلة بسيبها شوية على النار، هي كده دخلت تاخد اللون الأصفر شوية كده زي ما احنا شايفين لونها بدأ يغير. بطفي عليها النار واسيبها. طبعا السخونية بتاعت السمنة مع الزيت هتديها برضو يتدبلها اكتر وتديها لون اكتر. وسايبين العدس على النار كده يستوي لحد ما ياخد السوا بتاعه، ونقلب فيه من وقت للتاني. بدأ يستوي، كده وصل السوا بتاعه والميه يسرت فيه، شرب الميه زي ما احنا شايفين كده. بنشيله على جنب وبنضربه بالهاند بلندر او نضربه في الخلاط زي ما احنا عايزين. انا هنا هضربه بالهاند بلندر، هو ده ما هو في الحله كده. بجيب الهاند بلندر بضرب العدس كويس مع الخضار طبعا اللي فيه، بضربه جامد بالهاند بلندر لحد ما يتهرى كله، ما يبقاش فيه اي تكتلات من الخضار. هو كده كله مع بعضه لحد ما يعمل خالص مفيش اي حاجة. الهاند بلندر او الخلاط نضرب، نشوف لو في اي حاجة تانية.
لحد من قوة لبعض. كده خلاص ضربت كويس اللي عند بلندر. نشوف لو في اي حاجة بالكبشة، مش محتاج نصفيه كله اتضرب، ما فيش اي حاجة. يعني لو محتاج نصفيه من قشرة او اي حاجة، ان هو كده ما فيهوش اي حاجة، برجعه تاني على النار واسيبه يغلي، واحط عليه البصلة اللي انا صفرتها. اجي البصلة لونها اصفر اهي، واخده لون، بنزلها على العدس. بعد كده بحط التوابل بتاعتي، بحط التوابل بتاعتي، الملح والفلفل والكمون والكاري، وبقلبه كويس، وبسيبه طبعا يغلي على النار. احنا طبعا العدس يعني مش محتاج نزوده، السمك بتاعه كويس زي ما احنا شايفين سمكه. طبعا البطاطسايه مع الطماطم والحاجات دي والجزره بتخليه سميك، والجزره برضو بتديله لون حلو زي ما احنا شايفين كده. بنقلبه طبعا وبندوق الملح بتاعه. بندوق الملح، لو محتاج بنحطله، لو خلاص بناخد حبه كده وندوق الملح. بيغلي، بدأ يغلي. هو محتاج حبة ملح، حط له ملح وقلبه كويس. هو خلاص كده كفاية، مش محتاج غليان تاني. نطفي عليه النار. زي ما احنا شايفين كده سمكه، بنطفي عليه النار ونغرفه في الطبق. بنغرفه في الطبق كده زي ما احنا شايفين لونه جاهزين. طبعا العيش محمص نشفينه، العيش نشف، وليمون مملح، ممكن ناكل معاه بصل، حمر بطاطس جنبه. ان شاء الله يعجبكم وتنفذوه. طريقة سهلة وبسيطة، مفيش حاجة، جربوها. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا كومنت ولايك واشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.